وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، صدق الرئيس السيسي على ترقية قائدي القوات الجوية والقوات البحرية من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق. وأعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار تصديق الرئيس السيسي على ترقية كل من قائد القوات البحرية لواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم، وقائد القوات الجوية اللواء تيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد إلى رتبة الفريق، وذلك اعتبارا من اليوم.